نورت وجودك. الله يسلمك. مشاهدينا صباح الخير، صباح الخير عليكم مشاهدينا في شروق مورنينج لهذه هي الصبيحة 15 من أكتوبر 2016. مشاهدينا مشاهداتنا، البث المباشر لهذا البرنامج سيتواصل إلى غاية الساعة 10 من هذا اليوم. فقرات كثيرة راح نتابعوها معنا اليوم. البداية دائما ستكون مع معرض للصحافة، وسنتحدث في هذا المعرض بالتحديد عن المنتخب الوطني الجزائري الذي بات حديثكم مشاهدينا في بيوتكم وأينما حللتم. اليوم لنا فقرة خاصة عن الجامعة. نعم، ما هو مصير المنتخب الوطني أم هو مصير على المحك؟ في الجامعة اليوم مشاهدينا الأكارم لنا حديث خاص عن معهد الصحافة في الجزائر، هذا المعهد العالي للصحافة الذي دشن أو أسس في 2009. ما هي التحديات وأبرز التحديات التي يعيشها اليوم في زمن الانفتاح السمعي البصري؟ لنا وقفة خاصة اليوم مشاهدينا وضيف خاص للمورنينج في الثقافة مع ضيفنا في البلاطو لطفي بوشوشي، كما لنا أيضا وقفة في عالم الإصدارات أين سنتحدث عن إصدار جديد للكاتبة سليمة مليزي. مشاهدينا هذه أبرز مواعيد لنهار هذا اليوم، ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد في المورنينج، وأهلا بزميلي عقبة، كنت حنقول عقبة، وأهلا بزميلي محمد اليوم في معرض الصحافة. نوجه له تحية العقبة. صباح الخير جهيدة، صباح الخير لكل السادة المشاهدين. في فقرة معرض الصحافة لنهار اليوم راح نقوم فيها بجولة عبر أهم الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم وكذا الصحف الدولية. معظم الصحف الوطنية اللي صدر اليوم اشتركت في مواضيع على غرار الإجراءات الجديدة على شهادة البكالوريا، لكن الموضوع الأبرز كان المنتخب الوطني الجزائري ومن هو المدرب القادم. البداية حتكون بجريدة الشروق اليومي كالعادة اللي نطالعوا فيها في
في العنوان الرئيسي، تقليص كتلة أجور مستخدمي الوظيفة العمومي بداية من جانفي. وكذا نقرأ رونار ثعلب كاذب لم أتصل به في تصريح لرئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم محمد روروة. في الموضوع الأول في التفصيل تاع الموضوع الأول حول تقليص كتلة أجور مستخدمي الوظيفة العمومي، نقرأ في التفاصيل أن الحكومة راح تتخذ إجراءات مع مطلع جانفي المقبل. هذه الإجراءات راح تسمح باش توفر الحكومة 6000 مليار سنتيم، وهو المبلغ تاع الأجور للعمال اللي خرجوا للتقاعد. هم 11000 مستخدم اللي حيخرجوا للتقاعد، وأيضا راح يتم تجويد التكوين في قطاعي الصحة والعدالة. كل هذا يدخل ضمن الإجراءات التقشفية التي تقوم بها الحكومة بسبب الأزمة المالية في الجزائر. أما في الموضوع الثاني فنقرأ التصريح نقرأ تصريح أو بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على لسان رئيسها محمد روراوة بخصوص الاتصال بالمدرب المنتخب المغربي. روراوة نفى اتصاله برونار ووصفه بالثعلب الكاذب. يأتي إصدار بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد البيان اللي صدرته الاتحادية المغربية أو بيان الجامعة المغربية. وروراوة في البيان قال بأنه ليس من عادات الفاف أنها تتفاوض مع مدربين متواجدين في عقود مع منتخباتهم، متهم رونار بأنه يريد خلق أزمة وفتنة بين البلدين. هذه أهم المواضيع اللي كانت في الشروق اليوم. من الشروق نروح إلى يومية الخبر لنقرأ فيها بوتفليقة في قلب محادثات بين هولندا وبوتين. في كتاب صدر مؤخرا بفرنسا لا ينبغي للرئيس أن يقول ذلك، صدر يوم الخميس الماضي. من بين ما جاء في الكتاب أنه في لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في 2015 تم الحديث على الجزائر والرئيس بوتفليقة وأيضا الثورة الجزائرية، وهذا في خضم الحديث عن مكافحة الإرهاب في فرنسا. أما في موضوع آخر نقرأه، جثة طفل تخرج البشاريين إلى الشارع. وفي تفاصيل الموضوع اللي كتبه مراسل الخبر من بشار، فإنه كان فيه احتجاجات عارمة بعد صلاة الجمعة يوم أمس ببشار، احتجاجا على مقتل الطفل ياسين ذو 6 سنوات محمد ياسين اللي عنده 5 أيام اللي اختفى. يعني القاوة الجثة تاعه منكل بها في إحدى البنايات المهجورة. كاتب المقال قال رغم أنه نتائج فحوصات الأديان مازال ما ظهرت إلى حد الآن، لكن رغم ذلك السكان أكدوا بأن الجثة تعود إلى الطفل ياسين، وتم اعتقال أكثر من 15 واحد بالإضافة إلى امرأتين. وكالعادة جهيدة في مثل هذه الجرائم الشبهة تحوم حول الاستعمال أعضاء الطفل في السحر والشعوذة. لحد الساعة التحقيقات الجارية جهيدة وما صدرتش بعد، يعني حتى الذكاء مازال ما خرج التحليل، مازال ما خرج تحليل تاع حمض الأديان تاع الطفل محمد ياسين، لأنه معروف بالشر لازم يجيبوا هنا العاصمة معهد العلوم الإجرامية في بوشاوي باش يحللوا أعضاء الطفل. إلى حد الآن مازال ما صدر النتيجة، لكن شفنا يعني أمس فيديوهات تاع الوالدة وأهل ياسين، ربي يكون معاهم إن شاء الله. كبيرة في بالفعل يعني العوده الى تطبيق المطالبه بالعوده الى تطبيق عقوبه الاعدام في حق مختطفي الاطفال. من الخبر روحوا الى يوميه البلاد لصفحتها الاولى ايضا كانت متنوعه. نقرا هذه هي الاجراءات الجديده لتامين بكالوريا 2017، وايضا نقرا في خبر اخر 23% زياده في سكنات عدل تدفع في الاقساط الشهريه. وفي تفاصيل هذا المقال نقلت جريده البلاد تصريح وزير السكن والعمران والمدينه عبد المجيد تبون من مجلس الأمة، واللي قال فيه أنه كانت فيه مشاورات مع وزارة المالية طيلة 9 أشهر. نتائج هذه المشاورات كانت أنه تقرر رفع سعر سكنات عدل بنسبة 23% بنسبة لمكتتبي عدل 2013 يعني اللي سجلوا مؤخرا. هذه زيادة 23% ما راحش تفرض على مرة واحدة، وإنما ستدخل في الأقساط الشهرية. يعني إذا كان المكتتب عند مؤسسة عدل يخلص 700,000 لكرة شهريا بعد استلام مفاتيح سكن، الآن هذا المبلغ تاع الكرة راح يطلع بنسبة 23% حسب ما صرح به عبد المجيد تبون في مجلس الأمة.
قبلته العائلات الجزائرية واللي عم حاطين يعني أسماءهم اللي راهي موجودة يعني بصخط كبير سختو اللي عم دايرين لا ديال دو هم يقولوا بلي تصريحات من قبل كانت تقول بلي ربما فان 2017 اللي يبقاو يوزعوا لهم في الأديال أن يدوهم أديال دو مؤخرا هذا التصريح هو يعني تضارب في التصريحات في هذا كبير. الموضوع جاهدة لأنه الوزير قال بلي في هذا شهر نوفمبر راح المكتتبي تاع 2013 راح يدفعوا الشطر الثاني لكن الى حد الان مازال ما كملوا تاع 2001 و2002 وتبون بعد حاول تطمين الاخر باش يطمن الجزائريين قال لهم الدراهم نجيبوهم من السما ولا من الارض المهم باش نبنيو لكم سكنات عاد 2013 وكيفاش راح تبناو السؤال يبقى مطروح وعلامه كبيرة. من لاديال وحمى المرض الجزائريين هو السكن جهيدة نروحوا إلى يومية الوطن نطقها باللغة الفرنسية لعنونة الصفحة الأولى تحت بالإجراءات الجديدة لشهادة البكالوريا مرفوقة بصورة وزيرة التربية نورية بن غبري. من بين الإجراءات اللي نقراها في مقال الوطن جهيدة أنه بن غبريط قررت رسميا تقليص مدة امتحان شهادة البكالوريا لكل الشعب إلى 3 أيام في انتظار ترسيم القرار خلال المجلس الوزاري المقبل بالإضافة إلى فرض إجراءات جديدة في المؤسسات التربوية أثناء فترة سير الامتحانات عن طريق على الغشاشين يعني على الليكوبي وعلى الغشاشين ما نأخذك أصغر تلاميذ ولا الأساتذة أيضا لأنه في زوج لو يغشوا. قالت بأنه حيكون اتفاق مع وزارة الداخلية وأيضا وزارة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال باش ينصبوا أجهزة التشويش وأيضا يضعفوا المراقبة الأمنية في مراكز الامتحان وفي المركز الوطني للامتحانات والمسابقات. هذا بخصوص إجراءات البكالوريا. أكثر من اللي داروا هذا العام وش رايحين يديروا يعني هذه السنة نحاول نريزوا تقريبا أكثر من 3 أيام ولا 4 وحنا سفرين احنا في رمضان تمرمدنا وحنا بلا إنترنت فهذه السنة تحكي الفي بي يعني. انت من في بي ان كونكتيتي بهذا العام ولا ما كونكتيتش به؟ انا كونكتيت من الطحلي من الولايات المتحده الامريكيه من المانيا ومن مصر. الجزائريين دائما الله يبارك عباقره في التكنولوجيا. بالفعل يعني غير الجزائري عنده واش يديباني به. جيدة من امتحانات شهادة البكالوريا نعاود نولوا الموضوع الأبرز اللي كان هذا اليوم يطرح نفسه هذه الأيام هو المنتخب الوطني لكرة القدم وحبينا نختاروا يومية الهداف الرياضية اللي قالت أنه روراو تفاوض مع لوغوان ألان بيران في باريس وقدم عرضا للإيطالي مون شيني يعني هو تضارب كبير حول حول هوية الناخب الوطني الجديد في كل مرة نقرأ اسم جديد مدرب جديد لكن الاختيار الأول والأخير حيبقى في يد رئيس الفاف محمد روراوة. التعليق حول هذا الموضوع تحديدا سيكون مع ضيفنا لنهار اليوم الإعلامي رضا عباس لكن بعد الفاصل بقوا معنا. الحديث هذه الأيام مشاهدينا عن المنتخب الوطني الجزائري وعن مصيره بعد تعادله مع الكاميرون الكل يتحدث عن أداء المنتخب نتحدث لعبوا مليح ما لعبوش مليح ما هي الأسباب ولماذا رحيل المدرب السابق محمد ربما هو نقاشك اليوم هو نقاشنا بالفعل جهيدة اليوم مع زميلنا الإعلامي رضا عباس رئيس تحرير القسم أو رئيس القسم الرياضي بجريدة الخبر. صباح الخير رضا وشكرا على قبول الدعوة.
صباح الخير عليكم وصباح الخير لكل مشاهدي قناة الشروق مورن. رضا كما قالت جهيدة، هذه الأيام حديث كبير بعد إقالة ريفاتس، شكون هو المدرب الوطني اللي حيختاروا روراوة خلال الأيام المقبلة؟ ما بين ليلة ما بين دقيقة خذها ويبان اسم مدرب جديد، وش صار يتحدث؟ لا هو الوحيد اللي يقدر يعطيك المعلومة الرسمية هو رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اللي راه متواجد منذ يوم الخميس في سهرة يوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس من أجل إجراء بعض الاتصالات قبل السفر ربما اليوم في الأمسية إلى الغابون لحضور قرعة نهائية كأس أمم إفريقيا اللي راح تجرى يوم 19 أكتوبر. الأكيد هو على حساب واش كان يقول رئيس الاتحادية هو أنه العديد من المدربين أبدوا رغبة تاعهم في التعاقد مع الاتحادية الجزائرية، وحتى رئيس الاتحادية راه يباشر في اتصالاته مع العديد من المدربين من بينهم أعتقد أنهم كلهم فرنسيين بما فيهم على بيران بول لوغوان ورولان كوربيس. توقفوا عفوا رضا في الاخر، كلهم فرنسيين. البارح في الفيسبوك كنت نطالع الكثير من الجزائريين قال لك لماذا احنا عندنا عقده تاع مدرب فرنسي، لازم انه نروحوا عند المدرب الفرنسي. لا، هي الاتحاديه الجزائريه لكره القدم اللي عندها عقده اولا مع المدرب المحلي. رانا شفنا باللي عبر السنوات الماضيه وين شفنا ان المنتخب الوطني حقق نتائج ايجابيه بفضل مدرب محلي. اعتقد انه الاتحاديه الجزائريه لكره القدم وضعت جانبا الكفاءه الجزائريه وراهي تبحث عن الكفاءات الاجنبيه، شافت الكفاءه السربيه، شافت الكفاءات البلجيكية، والآن راه الأمر منصب على المدرب الفرنسي لأنه اللاعبين تاع المنتخب الفرنسي المنتخب الجزائري كلهم لاعبين تكونوا في المدرسة الفرنسية، وأعتقد أن هذو اللاعبين هما اللي راح يفرضوا منطقهم على رئيس الاتحادية من أجل جلب مدرب فرنسي. نتوقف في هذه النقطة، هما اللي حابين اللي راح يفرضوا منطقهم. تابعنا وطالعنا في العديد من الصحف والمواقع الالكترونيه، يعني تبعنا بزاف لي فيرسيون كيما نقولوا، تبعنا بزاف روايات حول واش صرا في اخر مباراه للمنتخب الوطني امام منتخب الكاميرون. انت رضا عباس كصحفي عندك لي سورس تاعك، عندك خيوطك في الاتحاد داخل المنتخب، اعطيني الروايه تاعك واش صرا تحديدا في المنتخب. شوف، كاين روايه رسميه وكاين روايه غير رسميه، لكن احنا كصحفيين علينا انه نتعاملوا بالملموس. رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عندما أعلن عن استقالة بين قوسين استقالة المدرب الصربي ميلومان رايفاز قال باللي اللاعبين ما عندهم حتى علاقة في ما حدث في إقالة هذا إقالة أو استقالة المدرب رايفاز، لكن في نفس التصريح قال باللي هذو امور عاديه يصروا في جميع المنتخبات ويصروا في غرف تغيير الملابس. الاكيد هو انه بعض هذه الروايه الرسميه هذه، لا هذا التصريح تصريح وين حب رئيس الاتحاديه انه يخفف من الضغط ويبرر انسحاب المدرب رايفاتس من العارضه الفنيه للمنتخب الجزائري، لكن في نفس الشيء اكد انه حدثت امور في غرف تغيير الملابس بدليل انه صرح بذلك وقال بان الامر عادي ويحدث في جميع بعض المنتخبات، لكن ما حدث فعليا هو انه الان المنتخب الجزائري ولا رهينه بعض اللاعبين، هذو اللاعبين راهم يسموا في انفسهم كوادر، ولو هذا المنتخب الجزائري اصبح لا هي منذ امد بعيد في المنتخب كاين تكتلات داخل في المجموعه، لكن الان هي ظهرت للعيان وشفنا باللي بعض كوادر المنتخب ولو حفاظا على مصلحتهم الشخصيه ولو يفرضوا منطقهم امام صمت رئيس الاتحادية، ولا بين قوسين التفشاش تاع هذا رئيس الاتحادية إلى هذو اللاعبين وين وصلوا. حبوا اللاعبين هذو تاع المنتخب الجزائري ولا هما المنتخب الجزائري، الجزائر هي بحاجة إلى هذو اللاعبين. أدرك في المنطق الكروي لازم اللاعب لازم اللاعب هو اللي يكون في خدمة المنتخب الجزائري. طيب، بصفتك معنا رضا، زميلنا رضا من يومية الخبر، بصفتك إعلامي قديم عندك يعني مشوار كبير في صفحات الرياضية، كان معنا العديد من زملائنا في الشق السياسي وسألناهم على تغيير الناخب الوطني، قالوا أنه احنا نوجهوا أو اتهموا الإعلام الرياضي باللي هو دائما يكون ورقة ضغط على روراوة. قال باللي الإعلام الرياضي إذا كانت النتيجة مليحة
عجبتهم فيزكون هذاك يعني يقولوا مليح وهايل والمدرب مليح، اذا ما خسر الكل ينقلب عليه ويطلب برحيله، صحيح ام لا؟ لا هذه شوفي انت جزائريه طبعا وانا جزائري نعم. ومحمد جزائري وكل اللي راهم يعملوا هنا جزائريين، ما اعتقدش انه انا بصفتي كجزائري غير على هذا الوطن نحب الشر لبلادي، احنا المنتخب الجزائري كي يلعب مليح نقولوا لعب مليح، وكي يكون المنتخب الجزائري ما لعبش مليح نقولوا ما لعبش مليح. ما نحملوش المسؤوليه الواحد على حساب عقله. لكن هو في الاخيره في هذه المباراه المسؤوليه كانت محمله للاعبين. نعم يعني لا يا محمد هل الاعلام الرياضي هو اللي نحى هادي لوزيتش؟ هل الاعلام الرياضي هو اللي نحى غوركيف؟ هل الاعلام الرياضي هو اللي نحى رايفات؟ بالتاكيد لا، لان هل الاعلام الرياضي هو اللي نحى سعدان بعد مباراه تنزانيا وين درنا التعادل في البليده؟ اعتقد ان محمد هذه كلها مبررات واهيه، لانه الاكيد هو انه ما حدث بعد مباراه الكاميرون حدثت امور خطيره ما وقعتش في بلدان اخرى، لانه هذو اللاعبين هذو فرضوا حبوا يفرضوا مصلحتهم الشخصيه على مصلحه المنتخب الجزائري بدليل محمد. نعطيك مثال، هو بعد ما صارت هذيك الضجه تحدث اللاعبين تحدثوا مع رئيس الاتحاديه وقالوا له احنا نروحوا نيجيريا باش نربحوا مهما يكون المدرب، احنا نحينا المدرب هذه وحنا نروحوا نيجيريا باش نربحوا. يعني واش معناتها هذه؟ اسمح لي رضا في هذه النقطه نقدر نقول بلي رفدوا رجليهم هما في الملعب، تعمدوا انهم يتعادلوا مع الكاميرون كانوا قادرين. انا كصحفي انا براغماتي نتعامل مع الادله، واش هذا التصريح واش معناتها؟ معناتها انه في مباراه الكاميرون ما داروش لي فور فولي فوالا، وفي نيجيريا مهما يكون نحينا المدرب هذه نروحوا نيجيريا نربحوا. الوغ هذه امور غيبيه اولا ما يعلمش الغيب الا الله، يعني وكانه يحملوه. لا وما ننساوش باللي نيجيريا ماشي نيجيريا، نيجيريا راهي في تحسن مستمر، نيجيريا حقت نتيجه ايجابيه في زومبيا، ونيجيريا تملك من اللاعبين ما يؤهلها للظفر بهذه التاشيره. رضا نعود نوليو لمصر داخل المنتخب الوطني، الكثير من الجزائريين حتى الاعلاميين والمتابعين للمنتخب الوطني قالوا باللي انه منصوري هو راس الحربه، لانه لما كان لاعب عمل نفس الشيء والان ككادر في الطاقم التقني للخضر، يعني هو اللي كان وراء تحريك هذه. شوف باش ما نتهموا حتى انسان، صح منصوري في عندما كان لاعب كان عنده بعض التجاوزات اللي حدث. نعطيك مثال برك ابسط شيء، في مباراه الجزائر مع فرنسا منصوري كي شاف ما لعبش رفد الكاباتا وراح. هذه في حتى في مونديال 2010 حدث امور وين طلب الامر الى تدخل بعض الاطراف لتهدئه الاوضاع. لكن شكون هو منصوري؟ منصوري هو لاعب المنتخب الجزائري. شكون اللي وضع منصوري هذا في المنتخب الجزائري؟ هو الاداره تاع الاتحاديه الحجر وراوة مباشره، بارك مباشره الحجر وراوة. شكون اللي يفرض الانضباط داخل التشكيله؟ قبل ما يجي المدرب لازم تكون اداره كفأة، إدارة هي اللي تفرض الانضباط على رئيس الاتحادية، هو المتغير الثابت في كل هذه الأمور. صحيح. بالفعل نبقى دائما في هذا الموضوع، لاعبين في المنتخب الوطني نشوفهم أنهم يجوا كما نقول احنا ما بين قوسين يتفرعنوا، لكن في منتخباتهم يسخنوا يعني البون تاع الاحتياط، هذه المفارقة الغريبة. وهذه هي هذه شوف يعني خلصونا اللاعبين المحليين. شوف سألتني في البداية قلت لي من هو المدرب اللي راح يكون في المنتخب الوطني؟ تأكد يا أخويا محمد بلي المنتخب الجزائري لازم يجيبوا مدرب اللي ما عندوش شخصية، لأن لو كان يكون عنده شخصية يصرى له وصرى لرايفات، لو كان يكون عنده شخصية يصرى له وصرى لحالي لوزيت. هذو اللاعبين هذو يعني يرفد كابتو ويغادر، يرفد كابتو يهبلوه بالمفهوم العام، يعني شوفوا حالي لوزيت شطحوه بكاوه فرحوه ومن بعد راح. هذا هو الأمر. اللاعبين الحاليين الآن نقدروا نقولوا باللي يتمردوا في الجزائر ويتمردوا في اوروبا. في اوروبا. في الختام رضا نعاود نوليو لاماس ولا الجو المكهرب اللي صار ما بين رئيس الاتحاديه الحجر وراوا ولاعب المنتخب الوطني السابق رابح مجال في حوار ليوميه الكومبيتيسيون الرياضيه، هو الحوار راح يتبث صارت اليوم في التلفزيون الجزائري، لكن يوميه الكومبيتيسيون خرجت بعض الحوارات
نشوفوا انه روراوا يعني قال انه ماجر مدرب ضعيف، حصل على نقطه واحده فقط وانهزم في ثلاث مباريات وتم طرده من فريقه. هل من خلال هذا التصريح نشوفوا انه الحاج روراوا ما زال يصر انه المدرب المحلي يعني ما عندوش ما يخممش مستقبلا انه يكون على راس الحلقه الفنيه للمنتخب الوطني بعد سعدان؟ شوف الصراع بين روراوا وماجر منذ امد بعيد، وين بعد المباراه تاع بلجيكا وين رئيس الاتحاديه وضحد المدرب رابح ماجر بعد تصريحاته سواديزون دار تصريحات في صحيفه بلجيكيه. لكن محمد هذا الموضوع اساسي، لانه رئيس الاتحاديه لما مد الانترفيو مد الانترفيو للين تي في جهه رسميه، لحد الان مازال ما خرجش الانترفيو. لكن الكومبيتيسيون سربت سربت كيفاش سربت؟ يعني انا انترفيو اكسكلوزيف يتسرب، يعني نشوفوا فيه في صحيفه كومبيتيسيون، بصح حتى كومبيتيسيون، لكن على حسب اعتقادي رئيس الاتحاديه ما ذكرش بالاسم رابح ماجر. هو قال مدرب اللي يعني راه دوكا اللي راهو ولمح له، لانه ماجر كان في المنتدى المجاهد، المنتدى الرياضي لجمهوريه المجاهد رفقه ايغيل مزيان، يعني انتقد روراوا صراحه وقال مازال يدخل روحه في الاختيار لاعبين. بالطبع احنا شوف من المؤسف احنا في الجزائر هاو كفاءه كيما ماجر، صح ما نديروش كمدرب، لكن يكون عضو في الطاقم الفني، لانه مهما يكون المدرب اللي راه يجي كيشوف ماجر صاحب الكعب الذهبي اللي حقق ربح كما نقولوا احنا رابطه ابطال اوروبا في صيغتها القديمه، يعرف باللي في الجزائر كاين كفاءات، لكن احنا نهمشوا الكفاءات المحليه ونعتمدوا الا على الكفاءات الاجنبيه وبين قوسين الفرنسيه. اخر شيء فقط رضا عبد، هذا كلامك مهم اللي راك تقول فيه. احنا في برنامج الحدث كان يقدمه زميل قضاء بن عمار وكان جاب حسيبه بالمرقه وقال تماما ما قلته، قالت انا استغناوا عليا كي كنت في قمه لياقتي البدنيه، اليوم 20 سنه واش حيديروا بيا؟ يعني تمنيت قالت لو كنت كمستشاره لكن خلاص يعني دوك هما كانوا قادرين يمدوا، حنا تخلينا على الناخبين الجزائريين وحنا ما خليناهمش يقوموا بدورهم الرئيسي. كاين حمله ولا كاين اون استراتيجي في هذا في الاونه الحاليه، هي ابعاد كل ما هو جزائري عن المنتخب الجزائري. صحيح. هنا شفنا محمد، نعطيك معلومه برك، تفضل بالحاج مدرب الحراس من بين المدربين الاكفاء جابوا له بولي هذا فرنسي ولا بالحاج يصور، بولي يدير لي سيونس دونترينمون بولي يصور او بالحاج يصور، شو وين وصلت؟ كيفاش نهملوا نحتقروا الكوادر تاعنا الكوادر المحليه. في الاخير رضا، اليوم مباراه منتخب ليستر سيتي ضد تشيلسي، محرز سليماني اليوم راح يلعبوا، وين راح تشوف الماتش واش تتوقع النتيجه؟ راح نشوف الماتش في القناة اللي معروفة بيسبور. لا لكن في القهوة لا شوفوا في العمل في العمل، وحتى رانيري المدرب الإيطالي وين راح قال بلي راح نعتمد على الثلاثي فاردي سليماني ومحرز، وهذا شرف الكرة الجزائرية. شكرا جزيلا رضا عباس رئيس القسم الرياضي بيومية الخبر، كنت معنا الحديث حول المنتخب الوطني، ما جرى قبل مباراة الكاميرون ومن سيكون المدرب الوطني الجديد. شكرا جزيلا لك رضا، نلتقي بك في فرص لاحقة إن شاء الله. أما أنتم مشاهدينا المورنينغ متواصل مع جهيدة بعد الفاصل. بئر فيلم سينمائي للمخرج الجزائري لطفي بوشوشي تصدر قائمة الأفلام السينمائية المرشحة للأوسكار ضمن 85 فيلم مرشح للأوسكار. مشاهدينا القائمة الرسمية للأفلام التسعة المشاركة في شهر ديسمبر سيتم الإعلان عنها في شهر ديسمبر، بينما الخمس أفلام المرشحة للفوز بالأوسكار سيتم الإعلان عنها يوم 24 من جانفي المقبل. لكننا اليوم نسعد باستضافة المخرج لطفي بوشوشي في المورنينغ. صباح الخير سي لطفي بوشوشي. صباح الخير. صباح النور. وأنا نحكي يعني دركة في البداية ويعني لحمي شوك، حاجة مليحة أنه حاجة جيدة حاجة ممتازة سعدنا بها كإعلام وسعد بها كل سينمائيين جزائريين، البئر للطفي بوشوشي في قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار. الحمد لله. يعني صح حاجة تفرح وتشرفنا كاع كلنا، وهي تشرف كل الجزائر خاطر الفيلم في كي يروح للأوسكار يروح كما نقولوا يروح يمثل البلد قبل من بعد يتكلموا على الفيلم شكون الإخراج تاعه ولا حاجة، هي البلد اللي تبعته كما قلتي كان 85 بلد هذا العام
كان 35 85 بلد بعد الافلام تاعها كل واحدة منهم بعد فيلم واحد. ويعني شرف كاين بعض البلدان اللي يعني ما كانش لهم شرف بعثوا اقل 100 ولا 105 وما خلاو غير 85 وحنا رانا من ضمن هذ 85 الحمد لله. الاعلام كله سعد يعني سعد بهذا الترشيح الاولي وبعضهم ايضا توقع الى ان يكون البئر في القائمه التسعه الاولى. توقع لطفي بوشوشي هذا يعني بالنظر الى اسباب دوك حنقولها يعني وانا معليش نتكلموا عليها ولا حبيتي بصح انا يعني الواحد يعني فوات موديست يخمم ويخدم فيها خدمه كبيره ورانا متاخرين على العمل اللي باش نديروه في 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 امريكا بين لوس انجلوس نيويورك خاصه وين نروحوا نديروا يعني العروض ونروحوا نديروا امور كثيره باش يبان الفيلم هذا. قلت لك كاين 500 ناخب هما رايحين يختاروا هذيك القائمه القصيره اللي تكلمت عليها وال 500 ناخب اذا كان ما لحقلهمش الفيلم باش يشوفوه ولا ما كانش عنده لوبيهم اللازم والاموال اللازمه باش يبان كان ما عندنا ولا يعني. صحيح اللي حيختاروا الافلام القصيره بينما اللي حيختاروا تسعه افلام المرشحه يعني التسعه المرشحه حيكونوا 6000 عضو عبر العالم. صح هذوك يعني بعد لان مع الاول كان 500 يختاروا هذو التسعه الشورت ليست الاولانيه القائمة القصيرة ومن بعد كاين 6000 كما قلت راح نختاروا الخمسة هذوك اللي يروحوا للأوسكار. يعني الأمر صعيب ولازم نعرفوا كاع يعني لازم يعرفوا بلي الأوسكار ماهوش كيما المهرجان يعني عادي كاين جوري هك وهذاك الجوري خير الفيلم اللي راح يدي الجائزة ولا حاجة. قلت لك كاين 500 ولازم تكون لازم يبان الفيلم ولازم ثاني تساند تماك لازم يعاونوه ماليا ويعني في كل شيء يعني حتى في نقولوا في لي ميديا وكلش. المهم كل بلاد اللي راح تبعث الفيلم تاعها مش راح تبعثوا هكذاك وخاصة البلدان أغلبية البلدان هذوما خاصة الأوروبية عندهم يعني الموزعين معاهم عندهم المنتجين معاهم عندهم يعني أموال تاع الموزعين تاع المنتجين عندهم يعني كما نقولوا. والجزائر؟ ما عندناش ما هضروش يعني ما عندناش منتج في الجزائر ماشي منتج موزع في الجزائر وخاصة ما عندناش يعني السينما تاعنا ما تخرج في الخارج نحكموا فرنسا ولا المانيا ولا حاجة. الأفلام تاعهم عندهم موزعين في أمريكا وهذوك الموزعين هما اللي يساندوهم يديروا الغولي في أمريكا باش في ليزوسكار يكون عندهم نظر يعني يبانوا. احنا ما عندناش دونك احنا رايحين نخدموا الخدمة تاع الديستريبيوتور ونحن نخدموا الخدمة تاع لو فوندور انترناسيونال تاع البوبليك ريليشن تاع كاع هذوك راح نخدموا حنايا وهذا الشيء طلب ميزانية كبيرة. هذا هو يعني الحملة اللي درناها يعني بديناها عندنا شهر من درك بديناها لهذا الشيء لهذا النظر يعني باش من الجزائر نتعاونوا نقلعوا يعني أولا حاجة مليحة الجزائريين كلهم رايحين يشوفوا الفيلم إن شاء الله عندنا واحد يومين ثلاثة يخرج الفيلم عبر التراب الوطني وثانيا باش يتوزع هنا الفيلم في الجزائر راح نديروها راح نديروها يعني راح نخرجوه بصح نخرجوه بمعاونة وزارة الثقافة. كيف كان إذا كان هذه الحملة تاعنا إذا كان ما كاش يعني مكان ولا مدينة ما فيهاش سينما راح نديروها في دار الثقافة وهذا يعني شكون يعاوننا مساعدة مديرية الثقافة تبع مديرية الثقافة يعني تابعين وزارة الثقافة هذا قلت لك الوزارة الثقافة تعاون فينا ويعني تساند يعني مش نقولوا تعاون رانا مع بعض يعني باش يعني نوضحوا الامور تساندكم تعاونكم ماديا ومعنويا مش فقط يعني ماديا يعني القاعات لكن نقول لكم لا ماديا يعني ماديا دارتها بصح ولكن حاجه قليله ما تبغيش تتكلف كل بكاع الاموال شكون هو متكفل المال؟ احنا هذه الحمله اللي راح تخلينا ان شاء الله ورانا طالبين باش يعاونونا الشركات الجزائريه والشعب الجزائري يساندنا بكي يروح يشوف الفيلم يشوف الفيلم يساندنا مليح عليه مليح علينا ويعني يشوف اول فيلم انتاج جزائري 100% من التقنيين حتى التمويل وثانيا كما نقولوا ممكن يكون عندنا شويه دراهم اللي راح تخلينا نطلبوا من عائدات شباك التذاكر ونعاودوا نرجعوا للسينما كيفاش كانت بكري كتمول نفسها بنفسها. قال احمد الجاوي احنا يزي يعني قال تعبنا من صندوق وصندوق الدوله ودعم الدوله احنا درنا فيلم الشعب هو اللي مول الفيلم روحوا شباك التذاكر اشرو تيكي خلصوا التيكي عائدات التيكي هي اللي تعاود تمول الفيلم هذا الى هنا السينما الحقيقيه. هذا من جانب المال يعني المادي والمال سي انتريسون ولكن بعد مور هذا ما يكفيش على بالي ما يكفيش ولا مور هذا ينطلبوا الشركات الجزائريه هي تان رايحين نعرضوا لها الفيلم يشوفوه من هنا ويعني ارباب العمل كي يشوف الفيلم مرحبا به يقدر يعاوننا اي سي سا كي نوفو لازم تعاونوا كاع بيناتنا يعني نلموا الشمل كاع تاعنا رجال المال الجزائريين
الاعمال اللي يشوفوا لي زون دافير اللي حابين ينفستيو في السينما تفضلوا البئر اللي هو مرشح للاوسكار يحتاج مساعدتكم الماديه. يعني الوقت الحالي نحتاجين ومحتاجين بسرعه، خاطر اذا كان على 15 يوم ما صبناش كون يقدر يمولنا على الاقل يعني بالبدايه، خاطر كما كنت تفهمي من قبيلات كاين زوج يعني نبدا من درك حتى لديسمبر، ومن ديسمبر حتى لفيفري، من لديسمبر يعني محتاجين نقول بسرعه الاموال، ولكن ماشي حاجه كبيره كبيره. من ديسمبر هو اللي نستحقوا اكثر كما نقولوا لورجونس سي توت سويت توت سويت، لخاطر اذا كان 15 يوم ما عندناش يعني الدعم الكافي يروح الفيلم وارو فيلم رايح بلا، ولكن ما يكونش ما نقدروش نساندو كما لازم. طيب مسيو بوشوشي، كاين بزاف رجال اعمال تقدموا ليك ولا ما فيش تحديدا لحد الساعه؟ لانه الفيلم تقريبا اليوم اصبح كل الجزائريين يعرفوا البئر اللي في بوشوشي. انا نظن عندهم مازال ما لحقناش يعني ما عندناش عندنا يعني سي تيميد بور لانستون، مازال ما لحقناش خجوله يعني ماهيش بزاف ما لحقناش، ولكن نظن مع الخروج الفيلم على يومين والعرض رايحين نديروا عرض في 29 ان شاء الله في لوبيرا مع وزاره الثقافه، نديروا عرض كبير 29 اكتوبر، ولكن بون 29 اكتوبر راح بعيد، هي مليحه راح تناسب اول نوفمبر ما تكونش بعيد، ولكن ماشي مليحه لنا خاطر قد ما نقربوا النوفمبر قد ما الحظوظ تاعنا تنقص في يعني جمع الاموال ونقدر نروحوا لامريكا باش ندافعوا على الفيلم. نظن الاسبوع هذا ان شاء الله يكون فيه مسانده سريعه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نعاودوا نرجعوا ان شاء الله، نتمنى تكون هذه المساعده من كل رجال المال والاعمال في الجزائر لتمويل فيلم جزائري يوصل للاوسكار البئر للطفي بوشوشي، فيلم جزائري خالص 100%، نتمناو انه يكون في القائمه الطويله التاسعه ان شاء الله في ديسمبر، والقصيره يعني من 5 افلام في جونفي. طيب نعاودوا نحكي شويه على الفيلم بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيلم. بالنسبه للجنه التحكيم يعني عندما تم اختيار 85 فيلم قالوا انه احنا حاولنا نختاروا الافلام شويه الثوريه الكفاحيه، لانه كاين من لبنان من الاردن نظن كانوا مرشحين اللي هم في القائمه معاكم في 85، افلامهم كلها تحكي على القضيه الفلسطينيه، وكما يعني نعرفوا البئر انه البئر يعني يحمل على عاتقه القضيه الجزائريه كيفاش كانت، يعني هل ترى انه هذه هي الاسباب اللي خلات البئر يترشح؟ لا ما نظنش، يعني الحاجه الكبيره برك الحاجه الكبيره لازم نعرف الاوسكار هو شكون لا كوب دي موند، البلد تبعت الفيلم تاعها، من بعد أكاديمية الأوسكار عندها الحق تقبلوا ولا ما تقبلوش. ونظن فيه دي كريتير، ماشي خاطر يتكلم على الثورة ولا يتكلم على قضية. نعم يعني من فضلك دير لنا الفيلم نشوفوه أون فيغ أميزور، لأنه احنا هنا نحكي على هذا الفيلم الجزائري اللي راهو مرشح للأوسكار على لسان مخرج تاعو لطفي بوشوشي. تفضل سيدي. شكرا. قلت لك أنا نظن ما نظنش باللي يعني عندها علاقة قضية ولا ماشي قضية، الأفلام كلها تقدر تروح لسمو الأوسكار. احنا الحظ اللي عندنا هالمرة هو أن الفيلم هذا يتكلم على القضية الجزائرية والثورة الجزائرية، ولكن بصورة يقدر يكون هذا الحدث هذا واش صرا في الفيلم واش نحكي ممكن يكون في أي بلد وفي أي زمن، يعني ماشي خطر صارت في 1958 في أثناء الثورة باللي يعني معناها ما كانش يعني ما عندوش صدى اليوم، واش صرا في الفيلم واش يصرا في الفيلم ممكن يصرا درك في كما قلت في فلسطين ولا في سوريا ولا في أي بلد. طيب مسيو سي بوشوشي، ربما قبل لحظات قبل الختام، هذه السنه المقاومه راهي بقوه في الاوسكار هذه السنه، ما تشوفش انه راهي المنافسه على اوجها؟ يعني المنافسه راهي صعيبه شويه؟ راهي صعيبه بزاف، لان قلت لها تكلمنا بزاف بزاف تكلمنا عليها من الاول، قلت لك يعني احنا جايين من البعيد ما عندناش الوقت، جينا متاخرين ما عندناش تمويل ما عندناش كذا، ولكن يعني نتكلوا على ربي كما يقول لك فوالا، كما يقول لك حنايا كما عندنا حاجه عندنا فيلم شباب يعني حاز على 11 جائزه في المهرجانات الدوليه، اولا هذه حاجه وحده، القضيه تاعو قضيه يعني عادله، الفيلم 100% جزائري، ونمنوا باللي عندنا بين يدينا ونروحوا ان شاء الله وخلاص. قلت ما عندناش اموال ما عندناش دعم، لكن ما عندناش مدينه سينمائيه ايضا بوشوشي. مازال ما عندناش، انا نتكلموا على سينما مدينه سينمائيه، ولكن انا نقدر نتكلم الوقت الحالي، يعني شفت المكان هذا في العاشور اللي رايحين نديروا فيه، نقدر نتكلم اكثر على كما يقولوا استوديو كبير
ولا صح يعني مدينه سينمائيه، مدينه سينمائيه بزاف يعني كلمه كبيره بزاف على ظني انايا. واش يلزمنا باش تعاود ترجع السينما كما كانت بكري؟ هل الاوسكار اراده سياسيه كما كان؟ واش لازمنا؟ ولا احنا عندنا افلام في الجزائر، ما عندناش يعني سينما. ما عندناش سينما نقولوا كلمه كبيره، سينما فيها الصناعه، فيها الاقتصاد، فيها سياسة. فيها الثقافه، فيها تربي بها اجيال، فيها امور كثيره. انا نظن باللي ماشي خاطر احنا ليزوسكار ولا رايحين، حتى اذا كان جبنا حاجه في ليزوسكار مش راح تبدل اقتصاد، لازم وقت باش يتبنى. وانا نظن لازم اراده سياسيه قويه وتدخل فيها كل الاطراف، يعني ماشي غير وزاره الثقافه وزاره الماليه الاولى يعني المينيستر، حتى كاع باش على 10 سنين ولا 15 سنه من الفوق ما نبدلوش، يعني الفوي دو روت ما تبدلش. ممكن نقدروا نديروا يعني السينما الجزائريه بالمعنى الكبير، يعني كلمه كاقتصاد، يعني امر نقدروا نتكلوا عليه ونقدروا ندافعوا ونقدروا نخرجوا الكلمه والصوره الجزائريه للخارج وندافعوا عليها ونوريوا واش الكلمه تاعنا تقدر تخرج. لازمنا 15 سنه اراده سياسيه، ان فوي دو روت ما نبدلوش. اذا تبدلوا الوزاره، اذا تبدلوا اللي يحبوا، احنا ما نبدلوش. صحيح. ربما في الختام سي بوشوشي، وقائع سنين الجمر للمخرج الخضر حامينا كانت يعني الجائزة ربما اللي احنا دائما اليوم نتغناو بها، ما كلمكش سي الخضر حامينا بعد ما اعلنوا على هو اللي اعلن عليه، هو اللي كان رئيس اللجنة اللي اختارت الفيلم وهو اللي اعلن. كيف كان حديثه معك؟ يعني حبيت نحكي حديثه معك الشخصي كيفاش كان؟ تعرف يعني جابها لي تاع قريب، قال لي هاك المشعل وروح قريب هكذا. المهم هو مازال يعني الحمد لله عنده 85 ولا 86 عام في عمره، بصح مازال يعني نشيط وكذا. كان ضيف شرف السنه الماضيه في مهرجان وهران للفيلم. كان حتى هذه المره يعني اول، يعني قلت لك كان رئيس اللجنه هذه هو اتصل بيا شخصيا وقال لي اروح خضوا دير هكذا وجيب هكذا وجيب، يعني مازال حتى الفيلم تاعك اللي اختير ولا كي لحقت لعنده باش قال لي. كانت سعادة يعني لا توصف. قال لي نعاونك وكذا، يعني ما ماشي ما يعني نحاولوا حتى إذا كان جبنا نص تاع واش جاب هو، يعني لا بالم دور سي با ريان دي تو، خاصة هي الوحيدة الجزائرية العربية الإفريقية، يعني صح. حاجة كبيرة يعني. صح. ميسي لطفي بوشوشي، كنت سعيدة بحضورك معايا اليوم، المشاهدين أيضا كانوا سعداء ربما بالحديث عن فيلم جزائري مترشح الأوسكار. الكاميرا أمامك، قل ما شئت لكل الجمهور اللي يتبع فيك. هذه ما كنتش نتسنى فيها انا. لا يعني الحاجه الوحيده اللي نقدر نطلب يعني الناس يعني يروحوا يشوفوا الفيلم اولا، وان شاء الله نجمعوا الشمل ونتلاقاو، يعني اذا كان ما درنا والو نجمعوا الشمل، هذه حاجه مليحه. وعلى الاقل مينيموم نقدروا نديروها، نظن تفتحوا الكلمه والصوره تاع الجزائر والثوره الجزائريه، تلحق بهذا الفيلم، تلحق الامريكا وتلحق لها الناخبين للعالم وللعالم، يعني هما عندهم في افتتاح هذا. وقلت لك يعني المسانده تاع الفيلم ماشي غير المسانده تاع فيلم برك، فيلم وفيلم جزائري وطوري، ويعني التمويل جزائري، كلش فيه جزائري. ونظن ما كاش فيلم اخر يقدر يمثل الجزائر، عندها شحال 20 30 عام، ما كاش فيلم يقدر يمثل الجزائر في الاوسكار ولا في اي بلد ولا في اي مسابقه كما هذا الفيلم. منتج في اطار اسمه الاحتفالات ب 50 عام للجزائر، الحكايه يعني جزائريه، كل شيء فيه جزائري. وان شاء الله الجزائريين يساندوا هذه، ان شاء الله الجزائريين مشاهدينا يساندوا هذا الفيلم. لو حاب يشوف الفيلم في العاصمه راه يشوف فيها الان، قولوا له 29 اكتوبر في القاعة في لا سال دوبيرا في ولاد فايد سي صاب سي بوشوشي. لا يخرج الفيلم هو 19 اكتوبر ان شاء الله، دون دو جور تخوا جور. هذا عرض خاص، يعني عرض اللي نقولوا كيما الامريكان هم يحبوا يديروا هذا اللي كومون دير. وين حيكون العرض؟ هذا في الاوبيرا، ولكن في الديزناف يخرج في كل الجزائر ان شاء الله، يعني نحاولوا كل جزائر ضربه واحده لكل تراب الوطني. بصح الا ما لحقناش نديروا 48 ولايه نديروا 30 40 حتى التراب الوطني، بصح الا ما لحقناش نديروا 48 ولايه نديروا 30 40 حتى، ولكن نحاولوا نجوزوه في هذا الشهر اللي راه جاي في كل التراب الوطني ان شاء الله. طول هذا الشهر اوني لو 15 ان شاء الله من نهايه اكتوبر يكون موجود في مديريه الثقافه في الولايات، الا ما كانش في مديريه الثقافه يكون في قاعات السينما أكيد. وروحوا وشوفوا فيلم البئر للمخرج الجزائري لطفي بوشوشي. شكرا لحضورك معي اليوم، يعطيك الصحة ونتمنى إن شاء الله أنك تتصدر القائمة الطويلة. شكرا لك ربي كما قلت. يعطيك الصحة سي بوشوشي. شكرا. مشاهدينا المورنينغ متواصلة معكم، ابقوا معنا.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد. سنفتح النقاش عن المدرسة العليا للصحافة مع ضيفي الحاضر معي في البلاطو الدكتور خالد العلاوي، وهو أستاذ جامعي ومسؤول خلية الاتصال بالمدرسة العليا للصحافة. أهلا بك وشكرا لحضورك معي في هذه الصبيحة. صباح الخير جهيدة، وصباح الخير لكل مشاهدين قناة شروق نيوز. أهلا صباح النور. طيب، عندما لوهلة نقول مدرسة عليا للصحافة نتحدث ربما عن نخبة النخبة. ما الذي يميز المدرسة العليا للصحافة عن كلية الإعلام مثلاً أو كلية العلوم السياسية؟ نحن نتكلم عن المدرسة الوطنية العليا وليس المدرسة العليا، لأن هناك مدرسة واحدة على التراب الوطني وهي ضمن المدارس الكبرى التي تم تأسيسها بموجب قرار رئاسي، وهي اليوم قائمة تحت لواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تفضلتم بالقول، إنها مدرسة وطنية عليا في كل بلدان العالم. عندما نتحدث عن المدارس العليا نتحدث عن النخبة، أي ما يميزها عن كلية علوم الإعلام والاتصال أو عن كل كليات علوم الإعلام والاتصال المتواجدة عبر كل جامعات الوطن والمراكز الجامعية، هي أن المدرسة تكون ماستر في تخصصات نجد البعض منها في الجامعات الجزائرية والبعض الآخر لا نجده في الجامعات الجزائرية. إن سمحتم لي يمكنني أن أقدم فقط التخصصات التي تمنحها المدرسة الوطنية العليا للصحافة. قبل كل شيء، المدرسة العليا للصحافة أو المدرسة الوطنية العليا للصحافة تتكون من قسمين، قسم علوم الإعلام وقسم الصحافة. عندما نتكلم عن قسم علوم الإعلام نتكلم عن ثلاث تخصصات، هي الاتصال المؤسساتي أو لا كومونيكاسيون انستيتيوشنيل، ميديا سوسيتي اي كولتور، وسائل الإعلام ومجتمع والثقافة، والتخصص الثالث جيوبوليتيك دي ميديا، جيوسياسية وسائل الإعلام، وهو تخصص جديد وغير موجود في باقي المراكز والجامعات الجزائرية. بالنسبة للقسم الثاني اللي هو قسم الصحافة، لديكم الصحافة التطبيقية للجورناليزم براتيك، هناك الصحافة العلمية جورناليزم سيونتيفيك، وهناك الصحافة السمعية بصرية، والوسائل الإعلام الحديثة جورناليزم أوديوفيجيال اي لي نوفو ميديا. ربما ما يميز المدرسة هي التخصصات التي تفتحها ولا تفتحها ربما كلية العلوم والعلوم الإعلام والاتصال، هي التخصصات التي تفتحها وهي طريقة انتقاء المترشحين. طيب، للمدرسة وصلنا إلى طريقة انتقاء الصحفيين المترشحين لربما نيل ماستر أو دكتوراه في هذه المدرسة العليا، المدرسة الوطنية العليا للصحافة. هناك ربما من يتحدث عن طريقة يعني تكاد تكون مدروسة، فيه مسابقة، فيه ترشح، فيه دراسة ملفات، ثم بعدها فيه ترشح قائمة تعلن، ثم فيه المسابقة الكتابية ثم الشفوية، على غرار الجامعات الأخرى اللي ربما تعمل في الترشح دراسة ملف فقط حسب المعدلات. لماذا تحديدا هذه الطريقة في المدرسة العليا للصحافة؟ هذه الطريقة شيء واضح، نحن نبحث عن أفضل المترشحين للمدرسة. لكن ما يميز المدرسة أكثر شيء الذي لا نجده في أي مدرسة أخرى في الجزائر، هو أن المدرسة تستقبل كل التخصصات الجامعية بدون استثناء، أي كل شخص عنده مؤهلات جامعية، أي جراديواسيون، عنده مستوى ليسونس أو مستوى إنجينيور مهندس دولة، يمكنه مواصلة دروسه في الصحافة، أو المدرسة تمنحه هذه الفرصة، شيء الذي لا نجده في المدارس أو الجامعات الأخرى. على سبيل المثال، ناخذ طالب عنده دكتوراه في الطب أو صيدلي، صيدلي يمكنه التسجيل في المدرسة ويقوم مباشرة، ما يعوجش لو كورسوس تاعو، يقوم مباشرة بماستر في الصحافة العلمية. نفس الشيء بالنسبة لطالب خريجي كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية أو المدارس والكليات علوم الإعلام الآلي إلى آخره، أي كل تخصصات، ضف إلى ذلك التخصصات الاجتماعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية. طيب دكتور العلاوي،
التربوي ربما هنا نتحدث أكثر على طريقة تلقين المدرسة العليا للصحافة، وهنا طريقة التلقين هي مربط الفرس، تعتمدون على الجانب النظري لكنكم تركزون على الجانب التطبيقي، مع العلم أنه كل الطلبة المترشحين مثلا في مجال الصحافة كلهم سواء صحفيين اللي عندهم يعني مشوار وعندهم تلقى عندهم سي في محترم وكبير في السمع البصري. طريقة التلقين بالنسبة لكم في المدرسة العليا للصحافة هل جاءت لضعف ربما السمع البصري في البلاد أو لضعف ربما بعض من يريدون ولوج قطاع الصحافة اللي فقط ركزوا على الجانب النظري ويريدون الجانب التطبيقي؟ احنا نواكب سياسة الدولة الجزائرية. المدرسة اليوم تبحث عن مؤهلات أو كفاءات عليا للجانب البشري في التنمية الوطنية. اليوم نحوس نكونوا صحفيين، اليوم نتكلموا على امتهانية الصحافة بكل أنواعها، ونتكلموا على الصحافة الجديدة، نتكلموا على الديجيتال جورناليزم، نتكلموا على الداتا جورناليزم، نتكلموا على الرقمنة بصفة عامة، الرقمنة في الصحافة. حقيقة انتقاء طريقة انتقاء الطلبة، ما نساوش بلي المدرسة تستقبل 150 طالبا في 6 تخصصات فقط لضمان تكوين ذو كفاءة عالية. من كم مترشح؟ 150 طالب؟ 150 طالب. كان نشوفوا كيفاش نختاروا طلبة، هنا كنفتحوا احنا تسجيلات عادة في شهر جوان عبر الانترنت، عبر الموقع للمدرسة. الطلبة أو المترشحين يرسلوا الملف تاعهم، يتم دراسة الملفات، اختيار أحسن الملفات. اختيار هذا العام كانت 100 طالب فقط في كل تخصص، من 100 طالب ناخذوا 50 طالب فقط في الامتحان الأول، الامتحان الشفهي اللي يجوز على دوز ايبروف، ليبروف تاع لاكولتور اون لونغ اغاب واللغة الفرنسية، باش تشوف المدرسة متفتحة على كل اللغات، ليس اللغة الفرنسية فقط بل اللغة الإنجليزية أيضا. بعد ذلك نختاروا 50 طالب فقط، من 50 طالب ندوهم نوجوهم إلى الامتحان الشفهي، الامتحان الشفهي لانتقاء 25 أفضل طالب. نعم. طيب الآن ربما نأتي الحديث عن الشهادة التي تقدمها، الشهادة التي تقدمها المدرسة الوطنية العليا للصحافة. مادام من حق أي واحد أنه يترشح عنده سواء دكتوراه في الطب كما تفضلتم، حب يدير تخصص في الصحافة يجي يتفضل ويعمل، هل هذه الشهادة تعادل ربما ماجستير في النظام القديم؟ وهنا صار جدل وحديث كبير على الشهادة التي تقدمها المدرسة العليا للصحافة. معادلات الشهادات الجامعية هي من تخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن ما يمكنني قوله اليوم هو أن المدرسة الوطنية العليا أو ماستر مدرسة الوطنية العليا معترف به في جامعات ومدارس عليا أجنبية. لماذا؟ لشيء بسيط، أنه مدرسة الوطنية العليا للصحافة اليوم قامت بعدة اتفاقيات مع مدارس وجامعات أجنبية. على سبيل المثال نأخذ المدرسة العليا للصحافة بمونبولي، اليوم المدرسة الوطنية العليا للصحافة بمونبولي، الجامعة الأمريكية في ميسوري، مام القنوات التلفزيونية عالمية مثل قناة البي بي سي البريطانية. اليوم رانا رايحين نديروا تكوينات للطلبة في تخصصات جديدة. على سبيل المثال نتكلموا على الجورناليزم داجونس، نكونوا طلبة في الجورناليزم داجونس، نكونوا طلبة في لا بريس دانفستيغاسيون او صحافة التحري، لا برودكسيون تيفي. ما تنسوش أن الصحفي اليوم ليس الصحفي الأمس. بالأمس كان الصحفي عندما يخرج يدير الروبورتاج ولا تحقيق وما يتصل باللي يدير المونتاج، يديروا المونتاج يتوبنا. اليوم الصحفي بوسائل لي نوفا تكنولوجي لانفورماسيون دو كومونيكاسيون، باللي الماتيريال اللي توفره له المدرسه يمكنه القيام بالمونتاج نيميريك وحده. نزيد نعطيك معلومه انه حقيقه اليوم راني في استوديو تاع شروق نيوز، هذا استوديو اللي
يشرف الصحافة الوطنية، ولكن بالمدرسة الوطنية العليا هناك أيضا استوديو أين يقوم طلبة بالجانب التطبيقي. نعم. أي أنه من لا نكتفي بالجانب النظري. لضيق الوقت دكتور العلوي، ربما قالوا سؤال واحد أو اثنين، عندما نتحدث عن المدرسة الوطنية العليا للصحافة أيضا نتحدث عن السياسة وممارسة السياسة وأداء الصحفيين. فتح قطاع سمع البصري في 2012، المدرسة تأسست في 2009، واستقطبت المدرسة ربما العديد من المتخرجين من كلية الإعلام السياسي من علوم السياسية والإعلام إلى ربما هذه المدرسة. ما الإضافة التي يقدمها المعهد للصحفيين اليوم في القطاع؟ الإضافة التي يقدمها المدرسة للصحفيين، نتكلموش على الجانب التكويني، ما نتكلموش على الجانب أنه الطالب تاع اليوم كيتجه للدول الأجنبية، بدون ذكر الدول الأجنبية عنده ماستر وعنده كفاءة يقدر يواجه بها. لدكتوران أو طلبة الدكتوراه عندنا ذهبوا للجامعة الألزاس في فرنسا وقدموا مشاريع الدكتوراه تاعهم اللي خلات المشرفين أو دي بروفيسور فرونسي إيطوني. تلاقينا مع الدول، تلاقينا في فوروم دو رونكونت أونت لي زونيفرسيتي ألجيريان إي فرونسيز بقصر الثقافة في الربيع 2016، وجاو اتصلوا بنا الجامعات والمعاهد الفرنسية. ونزيد نقول لك شيء آخر واش زاد ضفته اليوم، بصفتك طالبة بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، يمكنك أنت أن تحدثينا المشاهدين عن الإضافات، ومع ذلك راك في السنة الأولى وفي الشهر فقط من الدراسه، لكن دون دو زون بودات اون فا دوني ان رونديفو دون دو زون، يقدر يشوفوا جاهده بشكل اخر وبصفه احسن. ان شاء الله دكتور العلوي يعطيك الصحه شكرا لحضورك معايا اليوم. تحدثنا عن المدرسه الوطنيه العليا للصحافه، تحديات كبيره تنتظرها اليوم المدرسه العليا للصحافه، وانجازات كبيره تم تحقيقها الى غايه اليوم. وانجازات كبيره تم تحقيقها، شكرا لحضورك معايا اليوم. شكرا. مشاهدينا الاكارم، المورنينغ متواصله معكم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، صباح الخير لكل ما يتابع فينا الآن على الشروق نيوز. أعود وفي يدي كتاب للكاتبة والشاعرة سليمة مليزي على حافة القلب، على حافة القلب، وتحضر معي الكاتبة سليمة مليزي. أهلا بك، شكرا لحضورك معي. صباح النور، صباح الأدب، صباح الجمال لكم جميعا في الشروق. أشكركم جدا على هذه الدعوة الرائعة. العفو. الصباحية. العفو، هذا واجبنا، وربما هذا واجبنا للاحتفاء بإصدارات الجزائريين، بإصدارات الكاتبات والشاعرات الجزائريات، ربما قبيل أسبوعين من المعرض الدولي للكتاب في هذه الطبعة 21. على حافة القلب هو مجموعة شعرية أو ديوان شعري للكاتبة. بداية، ماذا يمكن أن تقول لنا على هذا الديوان الشعري؟ الحقيقة هو طبعا عبارة على قصائد نثرية، وهناك قصائد موزونة أيضا. على حافة القلب، هناك الكثير من عتبني على هذا العنوان. هو كان عنوان من اختياري، بوح على حافة الشفاه. فهناك أصدقاء طبعا اقترحوا علي، من بينهم زوجي الأديب عبد العزيز غرمول، قال لي على حافة القلب أفضل. وبعدما سلمت الديوان للروائي الكبير الأكاديمي والسين الأعرج من أجل الكلمة أو المقدمة للديوان، اقترح علي أن أحذف على حافة بوح على حافة القلب، فأصبح العنوان على حافة القلب. طبعا يحمل معاني كثيرة جدا، هو القلب المثقل بالأهات، القلب المحب للحب، للسلام، للمحبة، القلب الذي طبعا يحمل، هو عبارة على كتلة لحمية لكنه يحمل الإنسان بكامله. الإنسان، وهذا ما قاله الروائي وسين الأعرج في تقديمه. أجمل ما في قصائد سليمة هي روحها المتفائلة دائما، فهي دعوة للحلم في عالم ينطفئ ويختفي بهدوء وسكينة في غياب للجهد الإنساني باتجاه الحب والسلام. ينقصنا فعلا السلام اليوم في فعلا العالم، ينقصنا جدا السلام. وأنا قصائدي كلها يعني عن الحب، عن السلام، عن الوطن، عن الألم أيضا الذي طبعا يجتاحنا في كل لحظة في هذا العالم المثقل بالمشاكل والهموم
الهموم، لكننا دائما نحاول من خلال الكتابات هذه التي نوجهها إلى القارئ، وأنا دائما أقول أن القارئ هو المعيار الوحيد للكاتب، وهو الذي يرفع الكاتب، وهو الذي يستطيع أن يعني أنا أشكر جدا قرائي الأعزاء لأنهم شجعوني كثيرا من خلال منشوراتي في الجرائد وفي الأخر. قلت لكن عندك قراء أيضا يعني يولفوا أعمالك، أطفال اللي دايما يولفوا أعمالك. هالسنة عندك أعمال خاصة بأدب الطفل تدخل بها المعرض الدولي؟ نعم، هناك أعمال موجهة للأطفال ما يقارب 7 قصص التي طبعا ستطبع عن دار القرن 21، ستكون حاضرة في المعرض الدولي هالسنة. نعم ستكون حاضرة بمجموعة من الكتب، هي مجموعة من القصص نشرتها من قبل في مجلة رياض اللي هي كانت موجهة للأطفال زمان، ستكون طبعا بحلة جديدة إن شاء الله عبارة على مجلد فيه 7 قصص، وأعيد طبعا طبع قصصي التي طبعت في الشركة الوطنية لشروط التوزيع. إن شاء الله ستكون شيء جديد طبعا بالنسبة للطباعة وبالنسبة يعني لجماليات الطبع في الجزائر، والقصص طبعا تبقى يبقى الحكم للقراء دائما. أكيد هذا السنة حتكوني حاضرة في المعرض الدولي للكتاب إن شاء الله في جناح منشورات القرن 21. نعم في جناح منشورات القرن 21. وأيضا لي دعوة من الأخت فوزية لرادي يوم 17 أكتوبر بمناسبة توزيع جوائز مسابقة ثقافة وفنون، دعتني البارحة فقط أوجه لها التحية. سيكون توقيع بالإهداء إن شاء الله لديواني الجديد، يعني أول توقيع انطلاقة إن شاء الله. نعم. يعني وستكوني حاضرة في المعرض في شارع دوش مورات. نعم إن شاء الله. لكل من يريد أن يتحصل على ديوان شعر في على حافة القلب له دعوة في المعرض الدولي للكتاب في طبعته 21 هذه السنة. ككلمة أخيرة ماذا يمكن أن تقول سليمة مليزي؟ ماذا أقول؟ أقول أن طبعا نحن فرحين جدا بالمعرض الدولي للكتاب لأنه هو المتنفس الوحيد. نعم. للكتاب وملتقى لكل أنصاف كل أنواع من الأدب والعلوم، وأيضا يكون لقاء مفتوح لكل الأدباء والمبدعين والكتاب. أقول شكرا لكم على هذه العفو الدعوة. العفو، هذا واجبنا، الاحتفاء بكل كتاب جديد يصدر. شكرا جزيلا. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا لك سيدة سليمة مليزي، شكرا لحضورك. شكرا. معنا مشاهدينا المورنينغ متواصلة معكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أيضا أجهزة لتكفل بهم تكفل لضمان تكفل أحسن بهم جهيدة. شكرا نادية. عفو جهيدة. أحمر لاق بك اليوم. شكرا لك جهيدة. مشاهدينا المورنينغ متواصلة معكم جولة في العالم هذا الصباح ثم نعود، ابقوا معنا. إذا مشاهدينا كانت هذه جولتنا في العالم هذا الصباح لنهار هذا اليوم، وكانت أيضا آخر فقرة لي لنهار اليوم. تابعتوا معنا فقرات طويلة كانت معنا، تحدثنا على المنتخب الوطني الجزائري ومصيره بعد رحيل مدربه السابق، تحدثنا أيضا عن المعهد العالي للصحافة، كان معنا رطفي بوشوشي مخرج فيلم البئر والمرشح لجائزة الأوسكار كمخرج جزائري، تحدث عن تحديات هذا الفيلم، وختمناها بنادية محرز اللي كانت معنا في جولة محلية. يلقاكم غدا الزميل محمد الفاتح خوخي، إلى اللقاء مشاهدينا.